بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مع موضوع جديد. بشرى سارة، مترو الأنفاق بالدقهلية والقليوبية وأسيوط، منوريل، المنصورة، 60,000 راكب في الساعة. ده الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة بعد تصريحات اللي صدرت من وزير النقل بخصوص هذا الشأن. فأهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياة، وهي بنا نحيا الحياة مع كل ما هو جديد مفيد يهم الناس والمجتمع. لا تنسى الاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب او الاشتراك، تفعيل زر الجرس حتى يصلك جديد ما نقدمه. لا تبخل علينا بلايك، عمل شير حتى تعم الفائدة، كتابة تعليق تشجيعا منك للاستمرار في هذه القناة. بنبدأ النهاردة موضوعنا والخبر اللي جه، وهو ان مدينة المنصورة كان المقرر ان يكون فيها مترو انفاق نظرا للزحام الشديد في مدينة المنصورة، لكن اتضح بعد الجسات الارضية وبعد الدراسات ان التربة لا تصلح الى جانب السكن او المباني داخل مدينة المنصورة، وبالتالي تم الاتفاق على عمل مونوريل لمدينة المنصورة، وهو القطار الكهربائي المعلق. مواصفات المونوريل اللي هو السطحي ده، بيبقى عبارة عن قطار مكهرب بيسير على خط حديدي أحادي القضبان، يعني قضيب واحد. القضبان الحديدي أو يسير عليه المونوريل يكون على مسار علوي، والمسار العلوي الذي يسير عليه المونوريل عبارة عن كوبري ممتد لا يتضمن أي تقاطعات مرورية. تكلفة الكيلو متر من المونوريل تزيد حوالي 30% عن تنفيذ 1 كيلو متر من المترو السطحي الذي يسير على سطح الأرض في مسارات منعزلة. وتكلفة تنفيذ الكيلو متر من المونوريل تقل 20% عن تنفيذ مترو الأنفاق تحت سطح الأرض. سعة قطار المونوريل من أعداد الركاب الذي ينقلها حوالي 75% من سعة المترو السطحي المنفذ تحت سطح الأرض. ده صورة المونوريل. وبيقول الخبر، بعد سنوات من الانتظار جاءت البشرى في تصريحات المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال استعراضه للمشروعات التي يتم تنفيذها مع الهيئة القومية للأنفاق عن الاهتمام بتوصيل خدمات مترو الأنفاق إلى المنصورة والقليوبية وأسيوط كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتخفيف السيولة المرورية وسهولة تنقل الأفراد. في الدقهلية هناك خطوات حثيثة لتحويل حلم تنفيذ مشروع مترو أنفاق المنصورة وخط القطار المقارب الممتد من مدينة المنصورة حتى جمصة والمنصورة الجديدة ودمياط إلى واقع. سيحل أزمة المرور في المنصورة والتي تعاني من الازدحام الشديد، لأن المنصورة كما يعلم الجميع بتضم عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية التي يأتي إليها المواطنون من جميع أنحاء محافظات مصر. دراسات جدوى مترو المنصورة تمت من خلال شركة فرنسية منتصف شهر فبراير الماضي 2019 بتكلفة 750,000 يورو، منحة فرنسية لتطوير التخطيط الحضري بالمنصورة. تم عرضها واستقر على نوع معين من وسائل النقل وهو المونوريل السطحي من بين خيارات تضم كذلك مترو أنفاق وترام طاقته 60,000 راكب في الساعة. وبيرجع اختيار المترو السطحي إلى عدة أسباب، من بينها حركة النقل المتوقعة والتربة ومعدلات الزحام في الشوارع. وقد أسهمت كلية هندسة جامعة المنصورة بجزء كبير من الدراسات. بيوجد 3 خطوط مترو ستتم في المنصورة. هذه 3 خطوط هي: الخط الأول من داخل مدينة طلخة وهي مدينة مجاورة للمنصورة يفصلها النيل مرورا بنهر النيل حتى سندوب. الخط الثاني من منطقة الجامعة مرورا بشارع قناة السويس وحتى شارع الدراسات. أما الخط الثالث فهو خارج من منطقة الجامعة مارا بمبنى المحافظة وحتى منطقة كولونجيل، ثم يعبر النيل إلى طلخة
وتقدمت الشركة باقتراح آخر بيتضمن إنشاء خطين فقط من خلال ربط محطة سكة حديد بينهما. خط آخر بيربط المنصورة بالمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة، ده بيكون قطار مكهرب برضه، بيربط مدينة المنصورة عاصمة المحافظة بمدينة المنصورة الجديدة ثم دمياط. وعرضت شركة صينية تنفيذ المشروع بمسار جمصة بالأس، وتستغرق المسافة زمن 25 دقيقة، وتكون سرعة القطار فيها 120 كيلومتر ساعة. وتعد شركة صينية الدراسات الفنية للخط بطول 90 كيلومتر، وينقسم إلى 3 أجزاء، الجزء الأول من المنصورة حتى جمصة، والثاني من جمصة حتى دمياط الجديدة، والثالث من جمصة حتى المنصورة الجديدة، وبيشمل 13 محطة سطحية. أما عن محافظة أسيوط، فهناك أيضا تم الاتفاق على عمل مترو لتعمير مدينة أسيوط الجديدة ولتخفيف الضغط على المدينة القديمة. وجاءت تصريحات المهندس كامل الوزير منذ يومين بإعلان خطة الوزارة في إنشاء عدد من المشروعات الخاصة بمترو الأنفاق ومنها أسيوط. و ده أو مترو أنفاق في أسيوط ده بيعد الحد الأمثل لجبح جماح أسعار العقارات والحل السحري لمشكلات الإسكان والتعمير مدينة أسيوط الجديدة ومدينة الرحاب، والتي يوجد بها نحو 250 ألف وحدة سكنية أغلبها غير مستغل، بالإضافة لوجود 3 جامعات تحت الإنشاء وغيرها من المدارس ومنشآت خدمية. وتم عرض فكرة المترو على الوفد الألماني الخاص بتطوير مدينة أسيوط، ووفقا لبرنامج التخطيط وأيد الفكرة وأكد أنها سبق تطبيقها بكل سهولة في ألمانيا منذ 2 سنين. أما في مدينة القليوبية كان حلما تأخر كثيرا، وبتنطلق الشرارة الأولى له بعد أن ظل مطلوبا لأهالي المدينة بل وأهالي الوجه البحري خلال المرحلة المقبلة. يليها مرحلة تالية مده إلى القناطر الخيرية، يعني مد مترو الأنفاق في مدينة القليوبية إلى القناطر الخيرية. وبعدها دراسة استمرت لسنوات عديدة، وأعلن المحافظ تم بدء رسميا في أول الخطوات، وهي إسناد هذا المشروع اللي هو إنشاء مترو الأنفاق في القليوبية إلى إحدى الشركات العالمية المتخصصة لبدء المشروع، والذي يهدف إلى تحسين حياة المواطن والتنمية المستدامة من أجل تحسين الدخل القومي، وسيتم الانتهاء منه في خلال عام بتكلفة 8 مليارات جنيه، مشددا على الالتزام بالمواعيد المحددة والتخطيط العمراني لعدم حدوث أي مشكلات في السيولة المرورية أثناء تنفيذ الاجتماع. ده كان الخبر السار للدهلية وأسيوط والقليوبية. فحقيقة مدينة زي مدينة المنصورة تعاني أزمة مرورية طاحنة، خاصة هذه الأيام لما تحتويه من جامعات ومستشفيات يأتي إليها الناس من جميع محافظات جمهورية مصر العربية. فهذا خبر صار حبيت أنقله بالتفصيل، وهنيئا لكل الـ3 محافظات على هذه المشروعات، والتي بالتأكيد بتسهل المرور والسفر، وخاصة على طلاب الجامعات والموظفين. وفي النهاية بتمنى للجميع التوفيق والنجاح، بتمنى لكم جميعا أن تهتموا بالاشتراك حتى نصل بعدد المشتركين إلى فوق 10,000 مشترك، حتى نستمر تشجيعا منكم لهذه القناة. وكما أقترح أيضا، أي إنسان عنده فكرة فيديو قادم ممكن يكتبها في التعليقات ونعمل فيديو عليها. يعني أي حد عنده فكرة مشروع أو سؤال أو يسأل عن أي شيء أو مشروع أو فكرة فيديو يكتب لنا في التعليقات، وإحنا إن شاء الله بنحاول نناقش مع بعض هذه المواضيع. في النهاية بتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.